بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمود ادهود، استاذ جراحه العظام والعمود الفقري بكليه الطب. في ناس كتير بتسال على الشرايح والمسامير اللي احنا بنركبها في حالات تعديل اعوجاج العظام او التقوس، الشرايح ديت بتتشال او لا؟ نفكر في الموضوع. اولا العظام بتبقى واخده شكل غلط، سواء اعوجاج للداخل او اعوجاج للخارج، فبنضطر ان احنا نعمل عمليه تقويم او استعدال. بنكسر العظمة بطريقة معينة في مكان معين، وبنشيل أجزاء معينة أو بنفتحها بطريقة معينة، بحيث إن احنا نحصل على الرجل نفسها تكون مستقيمة. علشان نحافظ على الوضع الجديد اللي احنا عملناه دهوت، لابد إن احنا بنركب شريحة ومسامير عشان تمسك العظم في الوضع المظبوط اللي احنا عايزينه لحد ما يلتئم، وتحافظ على الوضع ده، وكذلك تساعد المريض إن هو يقدر يتحرك بسرعة على رجليه. بعد ما العملية تلتئم والعظم يبقى مستقيم، بعد كده نفكر في الشرايح ديت. هل الشرايح ديت ممكن هي تكون مسببة بعض المتاعب للمريض فممكن نشيلها، ممكن تكون مش عاملة أي مشاكل فممكن نسيبها، لو كان المريض كبير في السن ممكن نسيبها، لو كان المريض صغير في السن يبقى الأفضل إن احنا نشيلها، لو كانت عامله شويه التهابات ممكن نشيلها. يبقى اذا موضوع الشرايح نشيلها او ما نشيلهاش بيترك بعد كده لبعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم النهارده في اللقاء دوت، وحاولت ان انا اطلع على البث المباشر لكن للاسف النت ما